تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقيادة وتوجيهات جلالة الملك المعظم الحكيمة في كل إنجاز يتحقق والتي كانت لها الفضل في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، داعيا الله العلي القدير أن يديم على جلالة الملك المعظم بالصحة والعافية وأن يحفظه ذخرا لمملكة البحرين وشعبها الكريم.